الو. الو، ايوه اليوم مساء الخير. مساء النور، اتعرف بيكي؟ ازيك يا اسلام؟ الحمد لله تمام. انا ممكن ما اقولش اسمي؟ خالص تحت امرك، اتفضلي. تمام. هو انا عندي 24 سنة، واعرف حد دلوقتي، يعني مرتبطة دلوقتي، بس انا مش قادرة احبه حب كامل، لانه هو بيطلب مني حاجات انا ما بقدرش اعملها. يعني هو ساعات بيطلب مني ان انا اروح اقعد معاه عنده في البيت، وانا برفض ده لاني انا ما اقدرش ان انا اعمل كده. يعني انت بتحبيه وهو بيحبك؟ انا بحبه وهو بيحبني، بس هو شايف ان دي انه مش هيحصل حاجه، فالموضوع مش هيبقى في حاجه وحشه، بس انا شايفه ان انا مش حابه ان انا اعمل كده. تمام. لا انا مش بقولك تروحي ولا ما تروحيش، انتوا اتعرفتوا على بعض وانت اعترفتي له بحبك وهو اعترف لك بحبه، مش كده؟ تمام. والحياه العلاقه ماشيه تمام جدا. عنده كام سنه؟ هو اكبر مني بسنه. طيب في مشروع خطوبه، في جواز، في حاجه كده، ولا بس احنا العلاقة في الهوا لسه؟ لا، هو احنا المفروض انه هيبقى فيه، بس لسه لحد دلوقتي لسه ما فيش حاجة بشكل رسمي. يعني علشان امكانياته ما تسمحش، ولسه استني شوية وربنا يسهل واظبط الدنيا وكده. تمام، بس هو في مشكلة انه ان هو لما بيتضايق مني او بيطلب مني حاجة وانا برفض ان انا اعملها، هو بيعرف بنات تانية. تمام. هو بس مش مجرد بس انه بيتكلم، او بيحصل بينهم حاجات كتير. يعني بيعمل مع علاقة كاملة. تمام. عشان فأنا ما خدش شايفة منك اللي هو عايزه فبيروح ياخده من حتة تانية. تمام. هو شايف ان هو يعني ان انا ممكن اكون مقصرة في حاجة زي كده، او هو محتاج حاجة زي كده، بس انا شايفة ان ده مش مبرر، لانه حاجة مش حلوة. يعني فانا مش عارفة اعمل ايه في الموضوع دوت. هقول لك ببساطة مطلقة، قولي له لما تحب تاخد الحاجة دي، واخد بالك ازاي، يعني تبقى محتاج قوي العلاقة دي ومش عارف تعمل ايه، وانا مش هقدر اديها لك، لان انا مش هديها لك. انا مش هديها لك لان انا مش هغضب ربنا، انا مش هديها لك لاني مش هزني، انا مش هديها لك لان انا مش عايزه احس ان انا اخطات خطا اقعد اندم عليه طول العمر. فانا بحبك جدا، لما تكون عايز تاخد حاجه زي كده روح خدها من بنت خالتك، او حاول تعمل علاقه مع عمتك، ما هي برضو عمتك ممكن تفيدك في حاجه زي كده. هيرضى؟ تمام. انا حاولت ان انا اقنعه انه كل حاجه بوقتها. مفيش يا بنت الناس تقنعيه، اظن كلامي واضح. واحد بيقول لك لو ما خدتش منك الحاجه دي هروح اخدها من واحده بره، وبيروح بالفعل ياخدها من واحده بره، يعني واحد ما عندوش دم، واحد مش خايف عليكي. اللي بيحبك عمره ما يطلب منك حاجه زي كده. اللي بيحبك بجد يحترمك، اللي بيحبك بجد يصونك، اللي بيحبك بجد يحب يشوفك الملاك الطاهر المنزه. اللي عايز يتجوز عايز يشوف واحده يتجوزها بيشوفها كده، انما طالما اخلاقه تسمح بكده طب ما يروح ياخدها من بنت خالته، ولا ما يقبلش على بنت خالته، ما يروح بقى يزني محارم مع عمته، ولا هي الموضوع بقى سايب؟ انت مش هتديني العلاقه الجنسيه اروح اخدها من بره ويهددك فانت تضعفي تقومي رايحه مدياله اللي هو عايزه، ولعد ما ياخد اللي هو عايزه يديكي بالجزمه، سوري في الكلمه يعني، ويقول لك باي باي يلا ما تلزمينيش خلاص انا خدت اللي انا عايزه. هو مش شعبط فيكي عشان انت ما اديتيلوش حاجه. وعايز اقول لك حاجه بقى، الشخصيه اللي بتفكر بالشكل ده لازم يتجوز واحده مستبده تربيه. انا بقولها لك بمنتهى الامانه، لان ده لو اتجوزك وانت بالضعف والاستكانه اللي بتكلميني بيها دي، اول ما يتجوزك ممكن يطلب منك علاقات شاذه داخل العلاقه الزوجيه ما اديتيهالوش، يقول لك انا اسف اروح اخدها من بره. ممكن يطلب منك يقول لك ما تجيبي صاحبتك دي تبقى تقعد معانا، يعني ما هو في ناس كده، ما انا اللي يعيش يا ما يشوف. الانسان الصح صح، انا عارف انك ممكن تكوني حبيتيه، ممكن يكون لاعب على دماغك كويس جدا يعني، انما قولي له ببساطه ما عطلكش، طلبك مش عندي، طلبك هتلاقيه في الشارع عند الناس بتوع الشارع، انما انا بنت ناس مش من الشارع. ولو انت عايز تعرف واحده من الشارع يبقى روح اعرف لك واحده بعيد عني، انا مش هقدر استمر معاك في العلاقه دي. نصيحتي ليك يا بنت الناس عشان ما ترجعيش تعيطي، وتكلميني السنة الجاية أو كمان 6 أشهر إن ربنا ادانا عمر وتقولي لي حصل وحصل، ابعدي عن الإنسان ده ودوري على حد نظيف ترتبطي بيه، وأحط لك كلمة نظيف ما بين قوسين وتحتيها 10 خطوط.